مشاهدينا، وللحديث عن القصف والمجازر التي استهدفت قطاع غزة وانتهاكات الاحتلال، معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد العطاونة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. لماذا لجأت حكومة نتنياهو لهذا القصف الذي تقول عنه أنه خططت له منذ أسبوع؟ يعني ما مقاربات هذا القصف مع ما جرى عام 2008؟ نعم، حكومة الاحتلال لجأت إلى هذا الأسلوب، وهو الأسلوب غير الجديد، لمجموعة من الاعتبارات. أولا، هذه الحكومة مأزومة داخليا، ورئيس الوزراء في الحكومة يسعى إلى تصدير أزمته الداخلية المرتبطة بالائتلاف الحكومي والأزمة القضائية إلى الخارج. وعادة الاعتبارات انتخابية وسياسية، عادة ما تلجأ حكومات الاحتلال إلى ممارسة الجرائم وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، أي أن الدم الفلسطيني يستخدم في السياسة الداخلية الإسرائيلية. هذا أولا. ثانيا، في رمضان الفائت هذه الحكومة تهشمت صورتها بشكل كبير، وثبت أنها غير قادرة على ردع الفلسطينيين، وأصبحت غير قادرة حتى على فرض بين قوسين سيادتها على القدس، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية عبر الاشتباك مع الاحتلال من غزة ومن لبنان وفي الضفة الغربية وحتى في الداخل المحتل من منع الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى. واضطرت هذه الحكومة المتطرفة الفاشية لكي تمنع اضطرت أن تمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان. فبدت دولة الاحتلال عاجزة وغير قادرة على فرض إرادتها في القدس، وبالتحديد في المسجد الأقصى المبارك. العامل الثالث، أن هذه الحكومة كما كل الحكومات السابقة تنتهج سياسة الاغتيالات على أمل أن تكون هذه السياسة تحبط الفعل المقاوم الفلسطيني وتردع الفلسطينيين وتعمل على كي الوعي، مع أن هذه السياسة فشلت عبر العقود الطويلة الماضية، ولكن يستمر الاحتلال في هذه السياسة رغم كل ذلك، لأنه يعتقد بأنه بمزيد من القتل يمكن أن يردع الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية. العامل الرابع والأخير، أن هذه الحكومة الفاشية المتطرفة هي حكومة أقصى اليمين الصهيوني، وهي جاءت على قاعدة حسم الصراع، وهم يعتقدون بأن الكيان الصهيوني لم يتمكن حتى اللحظة من حسم الصراع مع الفلسطينيين، وأنه لا بد من حسم الصراع. لذلك هذه الحكومة تحمل في يعني لديها مخاطر جمع على الشعب الفلسطيني ومقاومته، واعتقد انها مهدت لهذه الجولة ابتداء باغتيال الأسير المعتقل خضر عدنان الذي كان مضربا عن الطعام، ومن ثم بهذه المجزرة والاغتيالات الجبانة التي نفذتها في قطاع غزة، وهي قد تكون تمهد الى معركة صعبة وقاسية مع المقاومة الفلسطينية. ولكن في هذا الإطار، يعني حكومة الاحتلال تصور أن هذا القصف كان ضد حركة الجهاد بمعزل عن الفصائل الفلسطينية الأخرى وعن قطاع غزة نفسه والضفة الغربية كذلك. يعني لماذا تصور هذا القصف أنه يستهدف الجهاد وغزة؟ هذه محاولة فاشلة وسياسة فاشلة يحاول بها الاحتلال أن يفرق بين الفصائل المقاومة الفلسطينية وبين الفلسطينيين، على أمل أن يستفرد بفصيل فلسطيني بعينه دون الآخر، وهو بالذات يريد أن يستثني حركة حماس من المواجهة وكتائب القسام، لأنه يعلم جيدا بأن معنى الاشتباك مع كتائب القسام أنه قد تتحول هذه المعركة إلى معركة واسعة وكبيرة قد تمتد لأسابيع أو أكثر. وهذا يعني أيضا أن هذه المواجهة قد تشمل كل الأراضي الفلسطينية من أقصى الشمال إلى الجنوب، لأنه استنادا إلى تجربة معركة 2021 التي حدثت، أو ما عرف فلسطينيا بمعركة سيف القدس، تمكنت كتائب القسام من تغطية كل الأراضي الفلسطينية بصواريخ المقاومة. لذلك هي محاولة للاستفراد بفصيل بعينه، وهنا المقصود حركة الجهاد الإسلامي، ثم محاولة لثني كتائب القسام عن الاشتراك في هذه المواجهة. وهذه المحاولة يعني فاشلة ومقروءة من المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني، والدليل أو الدليل على أن هذا غير دقيق وغير جدي، أن الذي رد أصلا الاحتلال ادعى أن الذي رد على الاقتحامات المسجد الأقصى في شهر رمضان سواء من لبنان أو من غزة هو اتهم حركة حماس صراحة وعلانية. وحتى العمليات التي حدثت في الضفة الغربية، عمليات المقاومة
التي حدثت في الضفة الغربية في الأغوار وفي نابلس وفي أكثر من مكان، هو اتهم كتائب القسام ولاحقا قام بتصفية مجموعة من المقاومين الفلسطينيين الذين ينتمون إلى كتائب القسام. لذلك هذا محاولة مكشوفة وهشة للاستفراد بفصيل طيب. بعينه، وأنا أعتقد أنها لن تمر على المقاومة الفلسطينية. في المقابل، ما هي خيارات المقاومة الفلسطينية والسيناريوهات وفق ما ترون؟ يعني بعد بيان الناطق باسم سرايا القدس ويؤكد أنهم سيكونون عند التزامهم وواجبهم، ما المقصد؟ المقاومة الفلسطينية منذ سنوات ثبتت معادلة أنها لا يمكن أن تمر على اغتيال أي من القيادات الفلسطينية بسهولة. قد تناور، قد تكون المعركة محدودة أو كبيرة، لكنه في أكثر من مرة عندما يحدث اغتيال كانت دائما المقاومة الفلسطينية ترد على هذا الاغتيال، ووصلت إلى معادلة نوعا ما من الردع بينها وبين الاحتلال، بحيث أن الاحتلال يفكر جيدا قبل أن يقدم على الاغتيال. نتنياهو يريد أن يغير هذه المعادلة، ولذلك أنا أعتقد أن المقاومة لن تسمح بتغيير هذه المعادلة. وبالمناسبة هذه المعادلة ليست جديدة، ليست فقط عندما أصبح للمقاومة قوة صاروخية في قطاع غزة، هذه المعادلة قديمة حتى في الانتفاضة الأولى والثانية، عندما كان يغتال قيادات من قيادات المقاومة الفلسطينية كانت المقاومة ترد، ولكن بطرق مختلفة، كانت ترد بعمليات إطلاق نار وبعمليات استشهادية وهكذا. عندما اغتيل الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وجمال منصور ويحيى عياش، تم الرد وبشكل مكثف على الاحتلال، وأنا لازلت أذكر الرد على اغتيال يحيى عياش مثلا، قتل 47 صهيوني في الرد على اغتيال يحيى عياش. لذلك أعتقد أن المقاومة لا خيار أمامها سوى الرد على هذه الاغتيالات، وأنها لم تقف متفرجة على التغير في هذه السياسة. طيب. ولم تسلم بسياسة الاغتيالات من جديد. طيب، الداخل الفلسطيني المحتل الذي يراد أو يريد الاحتلال عزله، ما هي خياراته المتاحة؟ الداخل الفلسطيني المحتل يقوم بأدوار وطنية فلسطينية متعددة، ليس بالضرورة أن يكون هذا الدور مرتبط بالمشاركة في كل تصعيد يحدث. شارك الداخل الفلسطيني المحتل بطريقة استثنائية ومفاجئة للاحتلال في معركة سيف القدس عام 2021، وشارك في أكثر من محطة، وهو أصلا يشارك بصموده ووجوده في الداخل، ثم يشارك بحماية المسجد الأقصى والرباط فيه، وحتى واحدة من عمليات المقاومة التي حدثت الشهر الماضي ردا أو خلال شهر رمضان ردا على اقتحامات المسجد الأقصى كانت هي من كفر قاسم من الداخل الفلسطيني. أعتقد أن دور الداخل الفلسطيني، والمقصود هنا فلسطينية 48، يتطور باستمرار ويتقدم باتجاه الانخراط أكثر في المقاومة المباشرة للكيان الصهيوني ولهذا الاحتلال. من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أحمد العطاونة، شكرا جزيلا لكم.